صدمة كبرى وإهانة للجزائر بعد رفض طلب انضمامها لمجموعة البريكس. أما حان الوقت لتعرف الجزائر حقيقة وزنها وقيمة مواقفها بين الدول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. صدم الجزائريون كلهم وهم يرون أن مجموعة البريكس لم ترضى بأن تفتح باب بيتها لتدخله دولتهم التي ظلت تمني النفس بذلك، وظلت تطرق باب المجموعة بقوة وإلحاح شديدين لمدة تفوق السنة، ظنا منها أنها مرحب بها، وأن الباب لم يفتح فقط لأن من بالداخل لم يسمع بعد دقاتها على الباب، لكن بعد مرور حوالي سنة على وقوفها بالباب جاءت أخواتها السعودية والإمارات ومصر تطرق معها نفس الباب ليفتح هذه المرة بسرعة وعلى مصراعيه، ويطلب منهن الدخول بأحذيتهن، ويطلب أيضا من الأرجنتين وإيران وإثيوبيا التفضل بمرافقتهن لداخل البيت. ودخن ولما همت الجزائر بأن تتبعهن وتحذو حذوهن أوقفت على عتبة الباب وأغلق الباب في وجهها. ولما استفسرت عن السبب من إقصائها قيل لها من طرف وزير خارجية روسيا لافروف أن الدخول مرخص فقط للدول الوازنة التي تتوفر على هيبة الدولة وصاحبة المواقف السياسية الدولية الجادة والمحترمة. كلام لخص كل شيء عمن تكون جارتنا الجزائر بين الدول. أخيرا بعض جماجم سياسيين جزائريين بدأت تفهم وزنها في العالم. عاش نظام العسكر الحاكم في الجزائر يوم الخميس ليلة سوداء عقب تلقيه صفعة كبيرة وجديدة جاءت لتؤكد لكل المشككين في سلامته العقلية أنه نظام كرتوني مارق أحمق يبني بطولته الوهمية على الكاذب والسرقة والافتراء. الكبرانات وبعد سلسلة لا حصر لها من الزعامات الوهمية، القوة الضاربة، أول مصدر، أول مزعتر، استفاق أمس على وقع صفعة جديدة وجهها له أشد حلفائه التقليديين، وهنا الحديث عن جنوب إفريقيا وروسيا اللتين تتزعم البريكس برفض انضمام الجزائر إلى هذه المجموعة الاقتصادية في وقت تم قبول طلب دول من قبيل مصر وإثيوبيا. وارتباطا بما جرى ذكره تفاعل الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت العضو المؤسس لحركة رشاد مع هذه الفضيحة الكبرى، حيث نشر تدوينة جاء فيها: لا أحد من أحرار الجزائر فرح للإهانة التي تلقتها البلاد عقب رفضها في مجموعة البريكس التي هي مجموعة مبتدئة وتأثيرها لحد الآن محدود للغاية. هذه الإهانة التي يمكن وصفها أيضا بالصفعة الشديدة للعصابة جاءت لتذكر المخدوعين بخطاب كاذب أن ما يقوله الأحرار هو الدقيق وصحيح. اقتصاد الجزائر ضعيف جدا إلى درجة أنه يتم قبول إثيوبيا ومصر في حين ترفض جزائرهم الجديدة. وأضاف زيتوت أيضا: وضعنا الاقتصادي مثل السياسي والاجتماعي والثقافي سيء للغاية مقارنة مع الإمكانيات الهائلة للبلاد، وكل يوم يزداد سوءا، مشيرا إلى أن العصابة أصيبت بصدمة لأنها كانت تردد أكاذيب الذباب الذي وظفته. الواقع أن تبون ما هو إلا زعيم لمجموعة ذبابية تكذب أكثر مما تتنفس، لكنه برتبة رئيس، في حين أن هناك ذباب آخر رتبته في الحضيض، وظيفته السب والشتم وتكرار أكاذيب تبون وأذنبه. لا تبنى الدول بالأوهام والخداع أو بالأكاذيب والكذابين ولا بالتفاهات والتافهين. صفعة البريكس هي إنذار شديد اللهجة من الصين وروسيا وجنوب إفريقيا للمافيا العسكرية وواجهتها المدنية، مفادها أنه لا مجال للعواطف في العلاقات الدولية، وإنما مصالح ووقائع تبنى عليها علاقات الدول. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في أمان الله وحفظه.